يوتيوب بالمجد للأطفال، اشتركي الآن. دلوقتي هنعمل التسريحة، هما دلوقتي مقسومين اتنين، النص اللي تحت سايب والنص اللي تحت معمول ذي الحصان. دلوقتي أنا هبدأ إن هعمل الشعر كده زي ما هو، وهقوم إيه ملولواه يعني كده أهو، وهقوم ملولوة كده، بس لازم نفرق الشعر هيبقى كده وكده 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 وكده. هي دلوقتي انا لولوت الشعر وهبدا اعمله بتوكه. يعني انت لفتيهم كده دي عشان تلاقي مش بس اهي عشان تلاقي فربتيهم، وهبدا ان انا بعد كده ايوه، وبرده نصرح الشعر لو في اي تشابه اكيد عشان تطلع مظبوطه ومتساويه وشكلها جميل. بالظبط، اربطيها ربطتين عشان بربطها ربطتين عشان لما نيجي نفكها تبقى صح. اهي انا كده لولوت الشعر حته. شعري ايه؟ شعري من هنا. ايه ده؟ هو دي هو انا كده شكلي ربطت الشعر مع استنى. اسفه اهي بالراحه انا كده. امسكي، بصي امسكي شعرك كده من تحت ودي لورا. ايوه بس كده. بعد كده هنقوم نلفينه زي ما انت قلت لنا. هلفه كده. ايوه كده. ايوه بعد كده ايوه. سوري انا عايزه اقول حاجه بس بعد ما ماما خلصت تسريحه، حاجه ليا انا ومريم. ما تقوليش هو انا كده بعد ما لولوت الشعر حاجه. انت انتوا مش عارفين احنا لسه قايلينها دلوقتي. ايه اللي قلتها لي؟ بتقولوا ايه عليا؟ لا لا هو صح، هقول الحاجه لمريم برضو هنعملها في عمو. لا خليها برضو مفاجاه عشان انا كده دي ما شكش فيني. انا كده بعد ما لولت الشعر وربطته بتوكه من تحت هعمله كده، وهبدا الجزء اللي من تحت. انت كان معاكي توكه تانية؟ لا مش عارف جبتيها منين. ما اعرفش انا ربطت جبتيها منين. انا لقيتها كده. هبدا دلوقتي ان الجزء ده انا هربطه بتوكه. خشي زي دي الحصان زي اللي كانت فوق، بس هعملها على حاجه تانية اهي ان شاء الله. هعمل مقلب في عمو قاضي ويجي. انت بتقولي له؟ انت بتقولي له؟ لا اعمله بقى. هو عارف ايه هو؟ عمو قاضي سمعك يا مريم. قالي طيب. سمع بس مش عارف احنا هنعمل في ايه. ده انا ومريم ناويين على حاجه. والله يا عمو قاضي ان انت لا 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 عمو قاضي يعني عمو قاضي غلبان مخرج عظيم ما ينفعش. احنا انا ومريم اهو. طب يا عمو قاضي قول لي انا قلت ايه؟ هنعمل كده اهي. قول مريم قالت ايه؟ رافعه دي من فوق كده. لا قول. عايزه اقول ان انا ومريم عيسوي ناويين نعمل حاجه في عمو قاضي وهي هيتخيلها ولا يا طب انا بس انا اللي اخترعتها. براحه يا ملكه عشان تخيلتي اهي ولا حد هيتوقع. قول تاني عمو قاضي. هيروح بعد الهواء على طول عادي. لا ما احنا هنصور. عايزين نصور معاك. لا بس انا ما جبتهاش. بيقولك مش هينفع صور. انا خلصت. تترن ده بقى مش عارف اسوي غير ب 10 جنيه. ثاني عمو قاضي انت عايز زبدة لوتس؟ شفتي خلو ملح. عمو قاضي عمو قاضي انا الحلقة دي هجيب لك ستيكس خلو ملح من عين الاثنين. اجيب لك سور ستيكس؟ تجيب لك سور ستيكس يا عمو قاضي؟ عمو قاضي بيعشقها. لا بيعشقها بالفراولة كمان صح يا مريم؟ صح وبالتوت. وبالتوت كمان. خدي الازرق عشان تبقى خلاص كده. تعالي بس انا خلصت التسريحه. انت بعد ما عملتيها انت مدخلاها. انا فهمتك. دخلتيها من هنا بعد كده من هنا بعد كده ربطتيها بالتوكه وبعد كده حطيتي اللي هي اعمل ايه؟ سرحي لي بس الحته اللي قدام دي. انا اجيب لعمو بكره صور ستيكس بالفراوله. بالفراوله. بكره مين؟ انا خلصت التسريحه. عيدك يوم الجمعه الجاي. او اي حاجه هجيب لك الشيبس اللي انت بتحبه.